قدوميها كوبادا عكتا جوبوينكا يا مانتي سو مغعابي قدد حريركا كوبادا عكتا جوبوينكا وحاور بحنتان مركلة مغالادا كسمايون وغسو ديري وري حسن نور حفلت كده عادي هوتيل ما شاء الله مقالة كسمايو إسلامر كان أي كسو قيب جلين ما ده حدي سبورتي جوبلان حبنا كسو عدي قيبها كل دوان أي برشة كل غن دك ماذا كسمايو أيو قدوميا سبورتي جوبلان عبد محمد أحمد عبد الحق واحد وغدا واقعي قد جا حرير كوبدة عكتة قبل ذي جوبوينكا قدوميا سبورتي جوبلان مدن عبد الحق أي واحد وشيء إن سبورتي قبل ذي جوبوينكا أمريو مال آدو ناكسن إساقو حسي إنه حرير الله سميان حرير كوكوبادة عكتا أدونك إفيفا كا أو شاقي إنو أقون سدي حرير كإزبارتك جوبالان إساقو حسي إن أي دردر قلين دونان إزبارتك قبلاد جوبالان مقع عابد حرير كوكوبادة عكتا جوبالان استيت وحا عروا ددويناكو نول جوبالان استيت إن آن أشاقنو إن آن دعوت كوروغني حرير كوكوبادة عكتا أي سوماليا دعوت داس او آن ادرني فيفا تاسي او آن كهلني فيفا ورقدتا جوابتاه او اي نغو اترافايان ان آن نهي حريركا كوبادا عكتا اي جوبالان استيت ان مركو هوري حبناها كوبان حرير كوبادا عكتا و قدقى فلينتا قدقى فرسمدا قدقى غرزوركا قدقى دشبلينكا ايو داركتر كوتش داركتر كوتش حريرك سوماليا كوبادا عكتا مقابو إلا يهدد مو مقابل الدون كو كجرا أوكي أن داركتر كوتش وحا أو شغدي سأيتاي إن معلمين تكونوا القبال دورنا أينو تبابران قدية دي إزبارتك إيكا سعودي سدح دا قبال أي جوبالان أيا إيوغو نصو دوييي مقابس تا قدية حريرك كوبادا عكتا سدح دا قبال أي مان تلقو دواقي أنيقو أه قدوميها إزبارتك حريرك كوبادا عكتا قبال كجدو برا علي آدن ما أنتو حن آد وفرح سنة هاي لما يستركي وصدر لما يسترمي حريرك كوبادا عكتا جوبالان حريرك كوبادا عكتا سوماليا وحن كعو سنة إن وحريركيني وأنا حرير أوديسن سوماليا أوتن خلاص جونيا أو مدرسنا دعمة جونيا أو مدرسنا حافظ جونيا أو مدرسنا وحن كعو سنة إن أنا وادان هاي حرير كوبادا عكتا جوبالان ونوجو يا مسرحات إن سيد دستور كوافقسن aan u helno xuquuqdeena ee saddexdan gobol si lamid ah gobolada kale to anigu ah ka socda jubada dhaxe joogii xuglan soo marnay jubada dhaxe jideeran soo marnay inaan ka qayb galno xuquuqdeena ka dhacsano gudoomiyaha saddexda gobol ee jubada hoose iyo jubada dhaxe ee gedo mustar abdul maxamed axmed abdulxaq oo muddo dheer sports ah anagana sports ka waraanahay waan ku faraxsanahay anaga iyo gudigeena maanta inaan dhisano waxaan loo ku faraxsanahay wuxuu buu taageerina gudoomiyaha cusub ee sportiga Jubaland Cabdi Maxamed Ahmed Abdulxaq oo isagu ah qabiir dhanka sportiga isla markaana hore u ahaan jiray goolhayaha xulki gobolka Jubada hoose xilligi ay dhisneyd dawladda Soomaaliya ayaa waxa uu wadaa dadaalo uu ku doonayo inuu ka hormariyo sportiga gobolada Jubooyinka oo ay haystaan dhibaatooyin badan oo ay ka mid yihiin dhanka garoomada qalabka sportiga iyo waliba inuu daboolo baahiyada aasaasiga ee isboortiga gobolada Jubooyinka Xasan Nuur Maxamed TV ga caalamiga ee Kalsan magaalada Kismaayo.